هلا والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بكل خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هيونداي السعودية تقول لكم إنه كريتا موديل 2020 متوفرة حاليا لدى الوكلاء بالمملكة العربية السعودية. كل ما عليكم إنكم تزوروا الوكيل الموجود بمنطقتكم لمعرفة جميع التفاصيل عن هذه السيارة من أسعار وضمانات ومواصفات. بإذن الله راح أغطي لكم السيارة بشكل مختصر ومفيد. مشاهدة ممتعة. طبعا الكبوت تفتح بشكل يدوي كذا شكل الكبوت، وهنا المحرك طبعا 4 سلندر 1.6 1600 سي سي، يولد 123 حصان، والعزم 151 نيوتن متر. بالنسبة للإضاءة زي ما تشايفين هالوجين العالي والواطي في العدسة نفسها، وهنا عندك الإشارات، وهنا عندك الكشاف، وهنا عندك الليد النهاري. بالنسبة للشبك عندنا كروم في الأطراف، وبعدين هنا باللون الأسود، وهنا مطعم باللون الفضي أو الرمادي. عندنا برضو لمسات باللون الرمادي زي ما تشايفين، وايضا في كت عباره عن حامي لجميع اطراف السياره دار مدار زي ما تشوفون دار مدار. طيب هذا شكل الجنط زي ما تشوفون، من الكفرات من شركه بريجستون، قياس الجنط 17. طيب بالنسبه للمرايات فيها اشارات LED، وهنا عندك بداية من هنا إلين السقف بشكل كامل إلين هنا باللون الأسود اللامع مع وجود فتحة السقف زي ما تشوفين. بس لو تشوف من بعيد تحس كأنه السيارة فيها فتحة بانوراما. تمام. بالنسبة للإضاءة الخلفية هذه هي إضاءة عادية مع الإشارات هنا والريوس هنا. تمام. طبعا لمبة الفرامل هنا، وهنا جناح. عندك إضاءات اللوحة برضو باللون الأصفر، وهنا في كاميرا خلفية. عندك هنا لمبة الضباب. طبعا في الخلف في حساسات 1 2 3 4 حساسات، وهنا العواكس، وبرضو في لمسات باللون الرمادي زي ما تشايفين. بالنسبة للشكمان مخفي جاي هنا تحت. كصرفية الوقود التقييم جيد جدا، اللتر الواحد بيمشيك 14.2، البنزين 91. بالنسبة لمقابض الأبواب نفس لون السيارة، والدخول بالمفتاح. أظن في فئة أعلى الدخول بالزر، والتشغيل برضو عن طريق الزر. طيب كذا شكل الباب، وهنا عندك أزرار التحكم بالنوافذ، طبعا نافذة السائق أوتو، وهنا تأمين النوافذ، وهنا السنتر لوك. طبعا هنا منطقة تخزين مع كوب هولدرز، وهنا السماعة. هنا عندك المراية تتصفط كهربائيا، وفيها ميزة الأوتو أيضا، ونفس الوقت هنا تحكم بالمرايات بشكل كهربائي. هنا عندنا سماعة صغيرة في الباب، وهنا المقاعد، جميع المقاعد تحكم يدوي، طبعا مقاعد مخمل. وهذا شكل المقاعد الخلفية والباب الخلفي، وهذا شكل عام على الديكور الداخلي، وهنا شكل الطبلون. الشاشة تعمل باللمس وقياس 6 انش. هنا شكل العدادات، وهنا شكل فتحات التكييف. طبعا عندنا هنا مانع الانزلاق زي ما تشايفين، وهنا رفع وخفض مستوى الإنارة الداخلية، وهنا التحكم بالإنارة الخارجية. طبعا التحكم بالدركسون يدوي، أمام خلف فوق تحت. طبعا هنا التحكم بمثبت السرعة زود تنقص، وهنا التحكم بالإعدادات الخاصة بالطبلون، وهذا صوت البوري. هنا التحكم بالميديا، هنا رفع ورد على المكالمات مع أوامر الصوتية،
وأيضا رفع وخفض مستوى الصوت والكتم. هنا عندنا مفاتيح التحكم بالمساحات، وهنا عندنا مفاتيح التحكم بالإنارة الخارجية والداخلية. جهة الراكب عندنا التحكم بالنافذة، وأيضا هذا شكل الدرج. طيب بسم الله، تشغيل مفتاح، طبعا نشغل لكم السيارة. هذا شكل الطبلون زي ما تشايفين، طبعا مؤشر رقمي. الشاشة عبارة عن المعلومات اللي هنا، وتغير التريبات بس. حلوين. نيجي للشاشة، الكلام في الشاشة. تمام، عندك هنا في ميزة مرة جميلة. طب خلينا نروح للهوم. تمام، الهوم عندك في ابل كار بلاي واندرويد اوتو. غير كده هنا شايف زر الماب، مجرد ما تشبك على الجوال بيشتغل جوجل ماب دايركت. حلو، يعني انت تشبك الجوال عشان ايش؟ يحتاج نت. فصراحة اول مرة اشوف ميزة زي كده، عادة عن طريق ابل كار بلاي او اندرويد اوتو، لكن المرة هذه حطوا لك ميزة بدل النافيجيشن. طبعا الشاشة ما فيها نافيجيشن اللي هو الملاحة، لكن حطوا لك بدالها ميزة انك انت مجرد ما تشبك على جوالك بالسلك، والجوال فيه له خدمة الانترنت، فبيشتغل معاك جوجل ماب على طول، وبقية الاشياء المعروفة. هنا الميديا، وهنا الاتصال، طبعا هنا الاعدادات. حلوين، وهنا تقفل وكذا تفتح الشاشة، هنا اف ام راديو، وهنا تقفل الصوت وتشغل. هنا التحكم بالراديو. كذا شكل فتحات التكييف في المنتصف. هنا ازرير التحكم بالتكييف، زي ما شايفين وضعيات التكييف. هنا عندنا منفذ يو اس بي للشحن، وهنا يو اس بي لابل كار بلاي واندرويد اوتو، وهنا الولاعة. طبعا هنا منطقة تخزين، منطقة صغيرة. هنا الجير، عندنا الجير توب ترينج بست سرعات اوتوماتيك طبعا، وتحت هنا ملبس بالجلد. طيب هنا عندنا حافظات الاكواب، وهنا الجلنط اليدوي. بالنسبة للدرج الوسطي فيها منطقة تخزين، ونفس الوقت نفس التكاية تتقدم لقدام وترجع. انا فتحت السقف عادية، تحكم يدوي. والاضاءات الداخلية باللون الاصفر، وهنا زر للتحكم بفتحة السقف، وايضا عندك بيت النظارة. وهنا شكل المراية، طبعا ما فيها تعتيم تلقائي. شكل الشماسة، طبعا ما في مراية، ما في اضاءة، لكن جهة الراكب في مراية بس ما في اضاءة للشماسة. طيب خلينا نشوف سعة التخزين الخلفية. عندنا أول شيء الشنطة تفتح بشكل يدوي في بساتم. طبعا هنا منطقة التخزين يعني ساعة كبيرة، وهنا عندنا الاستبنة زي ما تشايفين مع المعدات تبعها، وفي منطقة تخزين هنا في الجهتين. طبعا تقفل شنطة السيارة بالطريقة هذه. أنظمة أمان السيارة فيها وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، نظام التحكم في ثبات السيارة، نظام قياس ضغط الكفرات. طبعا السيارة فيها تكييف خلفي، حساسات خلفية، كاميرا خلفية. طيب كذا وصلنا نهاية التغطية، أتمنى التغطية نالت على إعجابكم. السيارة هذه متوفرة لدى جميع الوكالات في المملكة العربية السعودية. للتفاصيل أكثر عن آخر الموديلات وتوفرها، بإمكانكم التواصل مع الوكيل في منطقتك، سواء في الغربية، في الشرقية، في المنطقة الوسطى. بإمكانك تتواصل معهم، بحط لكم حساباتهم في التواصل الاجتماعي، تواصل معهم وإن شاء الله بتلاقي طلبك بإذن الله. نهاية التغطية أقول لكم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وكن مبتسما دائما. في أمان الله.